معي من الرياض مانع المطر المستشار الإعلامي لوزير الخارجية اليمنية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد مانع. إذا تحدثنا عن وزير الخارجية اليمني ومقاله، تحدثنا عن الحكومة اليمنية، وكان تحالف حتى بقيادة السعودية تحدث سابقا بأنه المنظمات الإغاثية أجلت موظفيها بسبب جرائم الميليشيات في صنعاء. هل من استجابة بداية أو صدى لدعوتكم؟ نعم، الكثير من المنظمات أبدت إعداد للتعاون مع الحكومة اليمنية، لكن ما تزال المنظمات الرئيسية المرتبطة بالأمم المتحدة موقفها لم يعلن بعد. هل ستنقل مقراتها إلى مدينة عدن؟ نأمل الاستجابة، والحكومة تتعهد بتوفير ممرات آمنة وأيضا تأمين مقرات البعثات الأممية والمنظمات الإغاثية حتى تتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمتضررين من هذه الحرب التي أشعلتها الميليشيات في كثير من مناطق اليمن. عادة ما الذي تشترطه هذه المنظمات، يعني تشترطه أو تطلبه لغير موضوع توفير الأمن؟ هل تطلب ضمانات؟ كيف يتم التنسيق يعني لأن تصلوا لأن تستجيب هذه المنظمة ويتم نقلها لعدن؟ في المراحل الماضية كانت الحكومة اليمنية تطالب بمركزية وصول الإغاثات وأن الإغاثة وأن تتم عبر أكثر من ميناء وأكثر من منفذ حتى تمنع سيطرة المقرات المنظمات الإغاثية أغلبها تقع في العاصمة صنعاء وكانت تعتمد على الميناء الرئيسي في محافظة الحديدة. بعد ثبوت استخدام الميناء لتهريب الأسلحة وأيضا بعد قيام الميليشيات بعمليات متكررة من السيطرة على مواد الإغاثة ومصادرتها واستخدامها للمجهود الحربي، بدأت المنظمات الإنسانية تغير مواقفها بعد هذه الأحداث في ظل أنها وجدت تعامل إيجابي من قبل الحكومة اليمنية ووجدت أيضا ترحاب بها في المناطق المحررة من قبل حتى المنظمات الأهلية وجد استجابة كاملة في هذا المجال، مما دفع الخواطر في صنعاء لم يعد آمنا. الحكومة في الفترة الحالية تستمر في اتصالها بكل المنظمات، الحكومة حريصة على أن تصل كل المساعدة الإنسانية اللازمة لتخفيف معاناة الناس، لكن مدى استجابة هذه المنظمات يعتمد وفقا لتقديراتها ولأيداتها التي تعمل عليها. نحن نعمل أن لا تتخلف أي منظمة من المنظمات الإغاثية عن العمل في اليمن، ولكن ونتعهد ببذل كل المساعدة اللازمة لهذه المنظمات ونتمنى الاستجابة منها سريعا. السؤال نفسه تقريبا، قلت بأنه وفق تقديرات المنظمات نحن نقدم الدعم ونوفر الأمن ونلتزم بما نتعهد به، والمنظمات لها تقديرات الخاصة نحن نتمنى أن تتجاوب. وفق تنسيقكم عادة ما الذي تتخوف منه اليوم بعد ما ذقته طبعا في صنعاء من ميليشيات الحوثي؟ ما الذي يمكن ان يحول دون قبولها النقل الى عدن؟ كان في الفترة الماضية كان عدد كبير من موظفي هذه المنظمات هم موظفين محليين، وعدد منهم مرتبط بالجماعات الحوثية. هؤلاء كانوا يؤثرون كثيرا على التقارير التي ترفع من المنظمات، ولكن بعد اكتشاف زيف هذه التقارير وعدم مصداقيتها وعدم ثبوتية ما يطرحه هؤلاء الذين كانوا يعملون في صوب المنظمات، اتضح أن هناك إجراءات جديدة ينبغي أن تتخذ ومصادر جديدة للمعلومات تعتمد عليها المنظمات. اتضح أيضا أن التقارير التي تزودها بها الحكومة اليمنية أكثر دقة بكثير مما تحصل عليها المنظمات، وبالتالي المنظمات الآن بدأت تتعاطى أكثر إيجابية مما مضى مع الحكومة اليمنية. شكرا جزيلا لك من الرياض مانع المطر المستشار الإعلامي لوزير الخارجية اليمني. شكرا سيد مانع.